ذول النزلاء المجرمين اللي الله مطيهم وعطهم فلوس، يقول لك في اي بي ثلاجه وتلفزيون ومجمده وفراش وسبلت و... يقولون انت شفت بعينك. اي والله. أي. هذا جزء من الفساد اللي موجود في كل الاماكن موجوده، وبالتاكيد بالسجون ايضا هم موجوده. فاني اسوي زيارات ميدانيه ليليه مفاجئه كذا. في احد ليالي رمضان كنا في نجف الاشرف، خلال العوده الى بغداد ساعه تقريبا 12 بالليل او 1 بالليل، وصلنا الحله، قلت خلينا نروح لسجن الحله الاصلاحي. شو نسوي؟ قلت خلينا نروح نشوف الوضع شلون هناك. رحت شفت الخربطة اللي موجودة، وكان عندي معلومات بأنه أكو سجين مستثمر VIP، عنده غرفة بها، عنده ثلاجة، عنده تلفزيون، عنده ترازات، عنده ما أدري، يعني يعيش حياة اعتيادية داخل هذه الغرفة. رحت اتأخروا في فتح الباب وكذا لمدة دقيقتين، 3 دقائق، 5 دقائق، رفض أكو شيء. دورت بالقاعات وسألت عن ذاك الشخص، قالوا موجود في هذا القاعة. عندك معلومة ورايح؟ عندي أحد الموظفين البسطاء أرسل لي صور وأرسل لي فيديو عن الموضوع. فقلت لا، لابد أن يكون هذا الشخص في غرفة خاصة، شوفوني هذا الغرفة. قالوا هذه الغرفة. قلت لا، هذه مو غرفة، اللي أنا شايفة بالصور هذه غرفة أخرى مو هذا الغرفة. بالصدفة قلت افتحوا لي هذا الباب. فتحت، شفت بخلفه محجر موجود غرفة، وبيها نعم بيها ترباية احنا نسميها، وبيها تلفزيون وبيها ثلاجة وبيها خدمات وقضايا الوسائل الراحة الأخرى اللي موجودة ما موجودة للنزلاء الآخرين. لنفس اللحظة عفيت مدير السجن، عفيت مدير الشؤون، عفيت والأمن، المعاونين كلهم، وحلت المستثمر النزيل إلى أحد سجون بغداد في الرصافات. كان أكو تدخلات منا من هناك، هذا الرجل مريض، رجع المكان إلى كذا، قلد يكون حاله وحال النزلاء الآخرين. كذلك كان أكو سجين آخر في سجن بغداد المركزي أيضا كان يتحكم بالسجن، وأنا نقلته إلى بغداد. نعم كان أكو ضغوطات، لكن لم ننصاع للضغوطات، هم هسه موجودين. فالآن سيطرنا على هذا الموضوع، لأنه كل مدير قسم سجني يعرف في أي لحظة أنا أروح لهناك، في أي لحظة تطلع بالليل، كل وقت اللي أنا أريد أطلع بدون مرات. أنا هم ما أعرف، عندي مجال ساعتي، أنا أقول خليني نروح لأحد السجون، خليني نشوف شي يصير. تروح تشوف، ذاك اليوم رحت للرصافات لربما شفته بالإعلام، يا بوين الخفر، مدير الخفر ماكو، ليش ماكو، هذا الراحة اللي كان خفر، والآخر قالوا هم دا يجي بعد ساعة، يجي ماكو، لازم يصير هذا السجن. قبل عفيته في نفس اللحظة. زين، سجن النساء، وبعدين أدخل للقاعات، إذا تشوف أدخل للقاعات وياهم واستمع، وما اخلي مدير السجن يطب وياي حتى يستمعوا وياثروا ويخافون منه، لا ما اخلي، وحدي يطب زين.